لأنه فيروس كورونا لأول مرة يصيب أهلنا وأحبابنا في قطاع غزة، وشعر البعض بوصمة وخوف وذعر وخجل من هذا المرض. عندما حدث الإغلاق في البداية تضرر المزارعين بشكل كبير جدا، حتى أنه كثير من الزراعة يعني نفقت، والناس مش ضاغيين على الحجر أنه ينحجروا في البيوت، فما كان إلا المشاكل، الناس يعني تتوتر ما بين الناس. قمنا مباشرة بالتواصل مع وزارة الصحة وتوجيه الضوء نحو المواطنين وتهدئة روعهم من هذا المرض، بأن هذا المرض أمر طبيعي أن يصاب به الإنسان، وكيفية التعامل مع هذا المرض بشكل طبيعي دون خوف أو وجل. دورنا كان دور توا وعي، بس الوعي والإرشاد للناس من خلال إنه التباعد موجود، ومن خلال اللي هو اتخاذ الإجراءات اللازمة. كنا ننزل بين الناس وبين إخواننا في المجتمع المدني ونعطيهم منشورات توعوية. قمنا بدور مع الجهات الرسمية وتم فتح بعض الشوارع والممرات لوصول أو تمكين المزارعين من الوصول وإنقاذ المحاصيل الزراعية ولو بشكل يعني نسبي ومتابعة الأمر، بالإضافة إلى الجانب التوعي. وقدمنا مساعدات، هذه المساعدات عبارة عن طرود غذائية، لأنه إحنا شعب واحد، هذا الشعب لابد أن يكون تكامل وتواصل بينه. لم تعد الحياة إلى شكلها الطبيعي، إلا أنه يعني هناك نوع من الإصرار على الاستمرار وتحدي هذا الواقع لاستمرار الحياة.